بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بقى المحاضره بتاعتنا بتتكلم على الويلسون ديزيز. والويلسون ديزيز واحد من الاوتوسومال ريسيسيف ديس اوردرز اللي بتبقى موجوده في البيشنتس. طبعا هو نوت كومن في الجنرال بوبيوليشن لان هو اوتوسومال ريسيسيف ديس اوردر، بيبقى يعني خاص بايه او الباثولوجي بتاعه ايه، ان بيبقى فيه ريتنشن لاكسس كبر في البودي، خاصه في الليفر والبرين والاي، دي هي الموست كومن اورجانز اللي بيترسب فيها الكبر، تمام. فهو الديزيز بتاع الويلسون ده مرض خاص بيه ان نسبه النحاس في الجسم بتبقى عاليه، بيترسب في الجسم بصوره عاليه ما بيحصلوش اكسكريشن، تمام. الديزيز ده طبعا موجود من زمان ولفت انتباه علماء كتير جدا على مدار السنين يعني، تمام. في عالم اللي هو بقى الديزيز اتسمى على اسمه اللي هو سامويل الكسندر ويلسون، ده سنه 1912 يعني قال جمله مشهوره كده عن الديزيز بعد ما قعد يبحث في بعض المرضى كده ظهر عليهم مانيفستيشن. قال ان في ديزيز بيبقى فيه بروجريسيف لنتيكولار ديجنريشن ومعاه فاميليال نيرفس ديزيز اسوشيتد مع السيروزس اوف ذا ليفر، يعني هو لقى ان في اسوشيشن كده ان الديزيز ده بيمشي في الفاميليز او ران ان فاميليز، بيبقى معاه ليفر ديزيز ونيورولوجيكال مانيفستيشن. ده سنة 1912، بس ده ما كانتش البداية بتاعت الايه بتاعت الديزيز، لا الديزيز كان موجود طبعا من زمان ومن قبلها، لكن أول واحد أو أول اتنين اكتشفوه اللي هم سنة 1902 ده واحد اسمه كايزر وواحد اسمه فليشر، وعلى اسمهم الاثنين اللي هو الكايزر وفليشر، ده فليشر كايزر فليشر رينج، دي اللي هي حاجه بتظهر في حوالي في الاي حوالين الكورنيا بتاعت الاي كده، بتبقى ديبوزيشن للكبر حوالين الكورنيا او في الليمبس، منطقه الليمبس بتاع الكورنيا، وهنشوفها. ودي واحده من اهم الساينز بتاعه الديزيز، تمام. ودول اللي اكتشفوها او عرفوها اللي هم ايه كايزر اند فليشر ده. وعلى مدار السنين بقى بعد كده كل سنه بقوا بيكتشفوا حاجه، اللي هو مثلا اللي اكتشف ان الديزيز مثلا بيبقى معاه لو سيريولوبلازمين ليفل زي ما هنقول سنه 1952، اللي اكتشف ان هو الباترن اوف انهيرتنس بتاعه ان هو اوتوسومال ريسيسيف، ده كان سنه 1953. كل سنه يعني كانوا بيكتشفوا حاجه، اللي بيكتشف ان هو بنستخدم الديبنسلمين ده في التريتمنت بتاعه كاكيليتنج ايجنت، تمام. وناس تانية بعدها اكتشفت ان الزنك برضه له افكتفنس. سنة 85 اكتشفوا الويلسون كروموسوم، الكروموسوم اللي بيبقى عليه الجين اللي مسؤول عن لما بيحصل له ميوتيشن او يحصل له ديفكت، هو ده اللي مسؤول عن الابيرنس بتاع الويلسون ديزيز. سنة اخيرا بقى خالص سنة 93 بقى اكتشفوا الجين اللي مسؤول عن الايه على الكروموسوم بقى، يعني في سنة 85 اكتشفنا الكروموسوم، لكن في سنة 93 اكتشفنا الجين نفسه اللي هم سموه بعد كده مينكس جين او اللي هو الويلسون جين، اللي بيبقى مسؤول عن الايه البروتين او الانزيم لما بيحصل فيه ديفكت بيتعطل بقى الاكسكريشن بتاع الكبر وبيحصل له ريتنشن جوه الجسم. نبتدي بقى ناخد الايه الويلسون ديزيز ده ونعرف هو ايه. الويلسون ديزيز ده عباره عن جينيتك ديس اوردر بيبقى فيه اكسسيف كفر بيلز اب ان ذا بودي، بيتراكم الكفر في الجسم، تمام. السيمبتومز غالبا بتبقى او بتظهر نتيجه لتراكم الـ او اكيوميليشن اوف كفر او ريتنشن اوف كفر فين بالظبط، في الليفر وفي البرين، هما دول الموست كومن سايتس اللي بيبقى فيهم ريتنشن للكفر وبيظهر فيهم مانيفستيشن، او هما دول اللي بيعملوا الصوره بتاعه الديزيز، تمام. الليفر سيمبتومز غالبا بتبقى اسوشيتد مع الفوميتنج ويكنس، في اكيوميليشن اوف فلويد في الابدومن اللي هو الاسايتس يعني، وسويلنج في اللور ليمب، كل واليروش سكين الجوندس، كل الحاجات دي المانيفستيشن بتاعه الليفر سيل انجري اللي احنا متعودين عليها، الجوندس والفوميتنج والاسايتس نتيجه الليفر سيل فانكشن ديفكت، كل الحاجات دي بتاعه الليفر ديزيز. البرين بقى ممكن طبعا تكون في نيورولوجيكال سيمتومز او سايكوتيك سيمتومز، الاثنين ممكن يكونوا موجودين في حالات الويلسون ديزيز زي التريمورز، المسل ستيفنس، في ترابلز في السبيكنج وبرسوناليتي تشينجز، واحيانا بيدي صوره كامله زي الباركنسونيزم بالظبط، لان الكبر بيروح يترصف في البيزل جانجليا بتاعه البرين، فبرضه بيديني نفس المانيفستيشنز بتاعه الباركنسونيزم او الباركنسون ديزيز، تمام. طبعا الباترن اوف انهيرتنس بتاعه هو اوتوسومال ريسيسيف ديس اوردر، يعني لازم البيشنت يريسيف تو كوبيز من الجينز من المذر والفذر ويكونوا ديفكتيف، فطبعا ده يعني رير بقى ان يبقى ان هو الاثنين يبقوا واحد عنده جين افكتد ويتجوز واحده عندها برضه الجين فيه افكشن، فالاثنين مع بعض هيجيبوا الايه الطفل ده، فده غالبا بيبقى في الموضوع بتاع الجواز القرايب بقى والحاجات اللي هم الناس اللي
بتبقى مجتمعاتهم مقفولة، زي ناس كده يعني مجتمعات خاصة في اليهود، والناس دي بيبقوا لازم يتجوزوا من بعض ولازم يتجوزوا قرايب وكلام من ده، فده بيزود نسبة حدوث الايه الاوتوسومال ريسيسيف ديس اوردرز ومنها الويلسون ديزيز. تمام. الجين بقى او البروتين اللي هو مسؤول عن اللي هو يظهر المانيفستيشن او يحصل ريتنشن للكبر جوه في الجسم، ده بروتين اسمه اللي هو الاي تي بي 7 بي جين. الجين ده موجود على الكروموسوم. بيعمل ايه بقى الجين ده؟ ده هو الجين المسؤول عن ان هو يعمل اكسكريشن للكبر، يطلعه بره الجسم. بيطلع في 90% من الكبر بيبقى اكسكريتد في البايل وبيطلع مع الاستول، و10% بيبقى اكسكريتد عن طريق الكدني. تمام. ده النورمال. لما بيحصل ديفكت بقى في الجين ده، وبالتالي البروتين اللي بيطلع او الانزيم ده، بيبقى يحصل اكيوميليشن للكبر جوه في الجسم. تمام. الكونديشن دي زي ما قلنا بتبقى اوتوسومال ريسيسيف، وبتتنقل من البيرسون، لازم يكون طبعا واخد التو كوبيز ايه افكتد او ميوتيتد من الفادر ومن المذر. الدايجنوزز بتاعه في الاول طبعا بيبقى صعب شويه، ان انا لازم يحصل مثلا ليفر سيل انجري جامد عشان تبتدي تظهر المانيفستيشن، لازم يحصل ديجنريشن في البيزل جانجلي عشان يبتدي يحصل نيورولوجيكال مانيفستيشن، فبتاخد وقت السيمتومز على ما يحصل لها ديفلوبمنت. فطبعا بناخد يعني بنعمل بقى في بلاد تيست وفي يورين تيست وفي ليفر بايوبسي، حاجات كتيره جدا بنستخدمها في الدايجنوزس. كمان الجينيتك تيستنج بنعمله عشان برضو لو نحدد بقى الايه السكريننج للفاميلي ممبرز، ونشوف مين تاني ممكن يجي له، ونحاول نكسر بقى الايه الفيشوس سيركل دي بتاعه الايه الدايره المغلقه دي، عشان نقلل حدوث الايه الويلسون ديزيز. طبعا الابيديمولوجي بتاعه بيحصل في كل انحاء العالم، في النسبه بتاعته مثلا 1 لكل 30,000. تمام. في مناطق في العالم بيكون النسبه اقل من كده في كتير، وفي مناطق تانية النسبه بتكون فيها اعلى، زي ما قلنا الحتت اللي هي فيها جواز قرايب كتير او الكلوزد كوميونيتيز اللي هم لازم طوائف معينه او حاجه زي كده لازم يتجوزوا من بعض ولازم يبقوا ما يخرجوش بره المجموعه دي، فده بيزود نسبه حدوث الايه الويلسون ديزيز في المجموعات اللي زي كده. تمام. الايدج اوف اونست الديزيز بيبتدي امتى؟ هو غالبا يعني المانيفستيشنز بتاعته بتبدا من عند 6 سنين لحد 40 سنه. بيقول لك ان هو نيفر انك تشوفه في قبل 5 سنين، يعني لو طفل اقل من 5 سنين استحاله ان انت تعرف تشخص ان هو ويلسون ديزيز. لسه طبعا هو الموضوع ماشي والكبر بيحصل له اكيوليشن وكل حاجه، لكن طبعا لسه ما حصلش ليفر سيل انجري لدرجه انها تعمل سيمتوم او المانيفستيشنز بتاعه البرين او الحاجات اللي زي كده. وكمان فوق ال 50 سنه رير بقى، يعني خلاص اللي عدى الفتره دي كلها وما حصلش انجري وما حصلش حاجه، فاكيد مش هيحصل يعني. يبقى هو السبان بتاعته من 6 ل 40 سنه. اقل من 5 سنين ده نيفر، اكتر من 50 سنه ده بيبقى رير. تمام. ده بالنسبه للايه للبرزنتيشن والايدج اوف اونست بتاع الحالات اللي هي بتاعت الويلسون ديزيز. طبعا الهيباتيك مانيفستيشن والنيورولوجيكال مانيفستيشن بتبدا تبقى موجوده وبتظهر، مثلا الهيباتيك ده بيبقى ايرلي شويه من 10 ل 15 سنه، النيورولوجيكال مانيفستيشن لا بتبقى بعدها بشويه من عند 15 ل 20 سنه، على حسب بقى الايه الريت اوف اكيوميليشن بتاع الايه بتاع الكبر والريتينشن بتاعه في البودي. بيقول ان هو في سلايت ميل بريدومينانس. تمام. قبل ما ندخل على الباثولوجي وقبل ما نعرف الافكت بتاع الكبر على البودي وايه الدينجرس افكت بتاعه وبيعمل ايه، لازم الاول نكون عندنا فكره عن الكبر ميتابوليزم، النورمال كبر باث واي، الكبر اللي احنا بناخده في الفود والانتاج بتاعنا بيروح فين، وايه هي النقط المهمه في الميتابوليزم بتاعه اللي لو حصل فيها طبعا الديفكت بيبتدي يحصل الاكيوميليشن. طبعا الكبر ده مايكرو نيوتريانت بيستخدم ككو فاكتور لميني انزيمز زي مثلا السيتوكروم سي اوكسيديز بتاع الميتوكوندريا، السوبر اوكسايد ديسميوتيز، يعني عمليات مهمه جدا في الجسم بتحتاج الكبر ككو فاكتور او اسينشال كو فاكتور في الايه الباسواي بتاعها. احنا في الديلي الكبر انتيك بتاعنا بناخد من حوالي 1 ل 4 ملي جرام في الاكل بتاعنا كده. في فودز بتبقى ريتش شويه في الكبر زي الليفر والكيدني والميت والميت برودكتس والحاجات اللي زي كده والبينز وكده، بتبقى نسبه الكبر فيها عاليه. تمام. بيحصل له ايه بقى اول ما بناخده في الانتيك؟ اكتر من 50% من حوالي 50% من الكبر اللي احنا بناخده ما بيحصلوش ابسوربشن من الانتستين اصلا، وبيعدي على طول في الاستول. تمام. ده 50%. 30% بيبقى لوست عن طريق السكن، و20% بقى هو اللي بيبقى ابسوربد عن طريق الايه الانتيروسايتس اللي هي الخلايا بتاعه السمول انتستين، ويدخل على البورتال بلاد. تمام. يروح على البورتال بلاد، متشال على بروتين، ما تشال مع الالبومين بمساعده بروتين اسمه المينكس بروتين.
تمام، على ما بيروح في بيروح في البورتال بلاد بيروح بقى ليه الليفر علشان الهيباتوسايتس تبدا تعمل له الايه، تعمل له الميتابوليزم بتاعه. بيحصل ايه بقى في الليفر؟ المفروض ان الكفر في الهيباتوسايتس بيتحد مع بروتين اسمه الايبو سيريولوبلازمين. الايبو سيريولوبلازمين ده بروتين كبير كده له 6 اماكن كده بيمسك فيهم الكفر، يعني الايبو سيريولوبلازمين الواحد بيمسك في 6 مولكيولز من الكفر، وبيمسكهم ويروح فيهم فين؟ يعدي فيهم على البلاط، فيروح على يتحول لحاجه اسمها السيريولوبلازمين، الايبو سيريولوبلازمين اول ما بيمسك في الكفر بيتحول للسيريولوبلازمين، تمام؟ بيروح بقى فيها على البلاط وبيطلع على طول يروح يبقى اكسكريتد في الايه؟ في الكدني، او يطلع على الايه؟ يبقى اكسكريتد يعني. الجزء الثاني بقى او بقيه الكفر اللي احنا مش عايزينه بيعمل ايه؟ برضه بمساعده الانزيم اللي هو الاي تي بي 7 بي، ده هو الانزيم المهم جدا في الميتابوليزم بتاع الكفر، هو اللي بيساعد الكفر ان هو يمسك في الايبو سيريولوبلازمين، وهو اللي بيساعد الكفر برضه ان هو يبقى يدخله جوه فيزيكلز كده، فيزيكلز جوه السيتوبلازم، ويبقى اكسكريتد في البايل كاناليكيولار، يخليه يطلع في البايل، تمام؟ يبقى هو ده الميتابوليزم. وكده احنا كده خلصنا وتخلصنا من كل الاكسس كفر اللي احنا مش عايزينه، تمام؟ يا اما اصلا من الاول خالص 50% ان ابسوربد، 30% اكسكريتد في السكن من عن طريق السيريولوبلازمين ده وهو ماسك فيه يروح يبقى يطلع في الخلايا ويبقى يتقشر ويبقى يفقد، والايه اللي بيمتص بقى زي ما قلنا بيمسك في السيريولوبلازمين او بيطلع يبقى اكسكريتد في الايه؟ في البايب. طيب الهيباتوسايتس نفسها عندها بروتكتيف ميكانيزم عشان تحمي نفسها من التوكسيك افكت بتاع الكفر، ازاي؟ انها بتعمل كنترول على الابتيك بتاع الكفر، عندها بعض البروتينز كده بتمسك في الكفر جوه في الخليه وعشان يفضل موجود بيقول لك بتعمل حاجه اسمها شابيرونينج اوف ذا كفر، يعني بعض عندها 3 انواع كده من البروتين، من البروتينز بتمسك في الكفر وبتخليه قاعد ساكن جوه كده في السيتوبلازم ومش بيعمل حاجه، تمام؟ وكمان مفيش حاجه اسمها فري سيتوبلازم الكفر كده يفضل موجود في السيتوبلازم، لا بيبقى تمسك برضو في ايه بعض البروتين، وكمان بيعمل لي اكتف ترانسبورت بقى اللي هو اللي هو الانزيم اللي هو الاي تي بي 7 بي ده هو اللي بيعمل اكتف ترانسبورت للكفر، يا اما يخليه يمسك في الايبو سيريولوبلازمين او يدخله جوه فيزيكلز عشان يطلع يعمل اكسكريشن في الايه في البايل كاناليكيولار. فالخطوه اللي هي الرابعه دي هي الحاجه المهمه قوي اللي هي بتاع الاكتف ترانسبورت ده. اهو برضو تاني الاورال انتيك قلنا من 1 او 1.5 ل 4 مللي جرام، يعني يحصل السباينال ابسوربشن لحوالي 50% او 30% منه، يعمل يتحد مع البلازما البومين علشان على طول يروح يا اما يروح يحصل له رابيد كليرنس في الكدني من الكدني فيطلع في اليورين، او يروح على الليفر بقى يتحد مع الايبو سيريولوبلازمين ده عشان يعمل لي السيريولوبلازمين اللي بيمشي في البلاد عادي، ما فيش يعني نوت ملوش اي توكسيك افكت، يستخدم بقى في العمليات الحيويه عادي، يا اما يطلع في مع البيلياري اكسكريشن، تمام؟ وينزل في البايل. لما بيحصل ديفكت بقى في الويلسون بروتين او اللي هو الانزيم اللي هو الاي تي بي 7 دي ده اللي هو الجين بتاعه موجود على الكروموسوم نمبر 13 ده هو بيحصل بقى الايه الاكيوميشن، يبتدي بقى الكبر يفضل موجود في السيتوبلازم بتاع الهيباتوسايتس ويفضل كمان يطلع بره يبقى سيركيوليتنج فري كده في البلط مفيش حاجه شايلاه، فيبتدي يعمل لي بقى الايه التوكسيك افكت بتاعه ويبدا يعمل السيمبتومز بتاعه الديزيز، تمام؟ من اول ما يبقى اكيوميليتد فري كده في الايه في الهيباتوسايت او بيتجول كده حرا برضو في الايه في البلاد. زي ما قلنا في بعض الفودز بتبقى ريتش ان كفر زي الليفر والكدني والنطس والحاجات والميلك برودكت وكده، دول الحاجات دي بتبقى نسبه الكفر فيها عاليه. احنا عرفنا ان الويلسون ديزيز ده بيحصل نتيجه لديفكت في الجين اللي هو مسؤول عن الاي تي بي 7 بي اللي هو بيعمل ايه اكسبورت الكفر من السيل، وبيعمل انكوربوريشن في الكفر ديبندنت انزيمز اللي هي بتحاول بقى اللي هو بيستخدم ككو فاكتور او يعني عامل مساعد في الايه في التفاعلات دي زي ما قلنا الايه السوبر اوكسايد ديسبيوتيز والسيتوكروم سي، تمام؟ ادي برضه هو الكبر اللي هو بيبقى جاي في البلاد مع الالبومين بيدخل يعمل بعضها يعمل له تشابيرونينج، وبعد كده بيروح على الاي تي بي 7 بي تحت مع الايبوسيريولوبلازمين يتحول لسيريولوبلازمين، والسيريولوبلازمين ده زي ما قلنا بيشيل حوالي 6 جزيئات من الايه من الكبر، وممكن كمان يحصل كمان بيساعد على الاكسكريشن في البايل كاناليكيولاي ده نورمال. الابنورمال بقى لما بيحصل ديفكت بقى في الانزيم ده او اللي هو البروتين اللي هو الاي تي بي 7 بي ده، ما خلاص لا عندنا سيريولوبلازمين ولا عندنا بايل ولا عندنا كبر بيطلع في البايل، التو ميكانيزمز دول خلاص وقفوا، فبيبتدي
اول حاجه هنا هتلاحظها ان ما عادش حاجه اسمها سيريولوبلازمين. يبقى واحد من اهم التيستس اللي بتستخدم في الدياجنوز بتاع الويلسون ديزيز انك تلاقي نسبه السيريولوبلازمين قليله، قليله جدا، لان هو مش بيتكون. اللي عندي متكون هو ايه؟ هو الايكو سيريولوبلازمين، وده جوه الهيباتوسايت، وبيحصل له ديجنريشن على طول، لان ما لقاش كبر يمسك فيه او ما فيش حاجه بتمسكه في الكبر، فخلاص بيتحلل وما بيبقاش موجود، وبالتالي السيريولوبلازمين ده مش موجود خالص. فنسبه السيريولوبلازمين القليله دي في البلازما ده واحد من اهم التيستس اللي بتستخدم في الدياجنوزس بتاع الايه؟ بتاع الويلسون ديزيز. تمام. بيزيد بقى خلاص الفري كفر ده موجود بقى في الايه؟ في الهيباتوسايت، زي ما قلنا بيبتدي يعمل انجري، وبيبتدي يطلع كمان في البلاد ويروح على البرين ويترسب في البيزل جانجليا. تاني بنقول ان الباثوفيسيولوجي اللي هو الميوتيشن في الاي تي بي 7 بي جين، الكلمه دي الجين ده هو كلمه السر في الويلسون ديزيز، وهو غالبا السؤال بيجي في الحته دي، الجين المسؤول والايه الباثوي ده. تمام. فبيحصل ريتنشن للكبر في الليفر، وامبيرد الكوربوريشن اوف ذا كبر انتو سيريولوبلازمين، فكده نسبه السيريولوبلازمين في البلاد بتقل. الاكيوميليشن بقى طبعا زي ما قلنا بيعمل هيباتوسايت انجري، ويبتدي يروح يعمل بقى الكبر توكسيستي على البرين، ويترسب كمان في الكورنيا بتاعه الايه بتاعه الاي، وكمان في اللينس. طيب ايه هو بقى التوكسيك افكت بتاع الكبر؟ الكبر ده مضر في ايه؟ الكبر ده مضر في ايه؟ ان هو ممكن يشتغل عامل زي الحديد كده، بيساعد في الفينتوم رياكشن، فبيطلع الفري راديكال، فبيعمل لي اوكسيديتيف ستريس. تمام. بيطلع الفري راديكال زي السوبر اوكسايد، زي الاكسجين فري راديكال، زي اي حاجه بقى من الفري راديكالز اللي بتطلع دي، فممكن يعمل لي اوكسيديتيف ستريس ومولكيولار ديستراكشن وبلاد برين بارير دامج وابوبتوزيس ونيورولوجيكال ديجنريشن. ده بالنسبه للبرين لما بيروح على البرين. طيب لما بيروح على الليفر زي برضو اوكسيديتيف ستريس واي ار ستريس ومولكيولار ديستراكشن وستيليت سيل اكتيفيشن وفايبروزيس وسيروزيس، ويبتدي الهيباتوسايتس يحصل فيها ديجنريشن، والديجنريشن زي ما احنا لسه قايلين دلوقتي يعني الخلايا بتموت، يعني بيجي معاها النكروزيس وبيجي معاها الانفلاميشن وبيجي معاها فايبروزيس، فبيبتدي الليفر يدخل فيه ليفر سيروزيس. تمام. في حالات الايه الاكيوميليشن بتاع الليفر بتاع الكبر فين؟ في الليفر. ده الافكت بتاعه على الليفر، وده الافكت بتاعه على البرين. في بقى بيبرز دلوقتي وابحاث كتير قوي بتتعمل على الافكت اوف ميلاتونين في التريتمنت، او في ان هو يعاكس الاكشن بتاع الايه بتاع الكبر. تمام. بيقولوا ان الميلاتونين ممكن نستخدمه ككبر كيليتور، وهو كمان بيشتغل كانتي اوكسيدنت وانتي اي ار ستريس وانتي فايبروتيك وانتي ابوبتوتيك، فهو بيانتاجونايز الاكشن بتاع الفري كبر، وده طبعا هو الشغل كله دلوقتي شغال على حكايه الميلاتونين ده. تمام. يبقى احنا كده فهمنا الباثوفيسيولوجي، وفهمنا الديفكت اللي بيحصل فين في الويلسون ديزيز، واهم حاجه ان هو طبعا اوتوسومال ريسيسيف ديس اوردر، والانزيم اللي مسؤول عنه او الجين اللي مسؤول عنه اللي هو الاي تي بي 7 بي جين اللي موجود على الكروموسوم 13. طيب ايه بقى الباثولوجي اللي بيحصل وشكله ايه؟ اول حاجه في الليفر الباثولوجي، مين باثولوجي في الليفر؟ الخلايا بتبدا تعمل جلايكولين ديبوزيشن، وفي النيوكلياي في الخلايا بتاعه الهيباتوسايتس خاصه في البريبورتال هيباتوسايتس، وبيبتدي كمان يحصل فيها مايكرو فيزيكولار فاتي انفلتريشن اللي هو المايكرو فيزيكولار ستياتوزيس. ده دي هي الايرلي ساينز اللي بتحصل. طبعا هتحصل ليه؟ طبعا ده سام سورت اوف انجري، لاي انجري زي ما خدنا في السيل انجري، انها بتبدا طبعا على طول اللي هي الايه الريفرسبل سيل انجري اللي هي الكلاود سويلنج والفاتي انفلتريشن، دول اللي هم الريفرسبل. بعد كده لما بتلاقي التوكسيك افكت ده عالي، وان الاوكسيديتيف ستريس عالي عليها والخلايا مش قادره تكوب وز، فبيبدا يحصل الريفرسبل سيل انجري، وبتدي الخلايا الهيباتوسايتس يحصل فيها نيكروزيس ومعاها طبعا الفايبروزيس. كمان زي ما قلنا بيحصل انفلتريشن بيه ليمفوسايت في بلازما سيلز، والخلايا بعد كده الليفر كله بيبتدي يتحول لسيروتيك ليفر اوف ماكرونودولار تايب. يبقى السيروزس اللي بيحصل في الويلسون ديزيز هو ماكرونودولار سيروزس، واحيانا الحاله كمان بيحصل لها بروجريشن لفالمنانت هيباتايتس. تمام. الليفر باثولوجي في حالات الويلسون ديزيز ممكن ما تبقاش يعني ما تبقاش سبيسيفيك، اما انت شايف يعني مش هتشوف الكبر بعينك، لكن هتدور عليه بسبيشال ستين. تمام. انت هتشوف الباثولوجي الاول الليفر بايوبسي، هتشوف فيها ايه؟ هتشوف استياتوزيس زي ما قلنا اوف مايكرو فيزيكولار تايب، هتشوف بالون هيباتوسايتس جلايكوجينيتد نيوكلياي. تمام. مودريت تو ماركت كبر ديبوزيشن دي هتشوفها بالايه سبيشال ستين. تمام. هنقول عليها دلوقتي. بتلاقي لينفوسيتيك بورتال اند انترفيس هيباتايتس، ولما ما بتعالجش بتبقى سيروز.
تقريبا ده يعني حاجات كلها نون سبيسيفيك، يعني ده بيقول لك ان في كرونيك ليفر ديزيز، لكن ما بيقولكش ان ده الويلسون ديزيز. تمام، فالويلسون ديزيز بقى هتعرفه ازاي؟ هتعمل حاجه اسمها الايه، الرودانين ستين. ايه الرودانين ستين دي؟ دي واحده من السبيشال ستينز اللي بتستخدم في الكشف عن الايه، عن الكفر في الهيباتوسايتس. بيظهر لونها بقى بالشكل ده، شايفين اللون البراونش ده؟ ده بيدل ده كل ده كفر ديبوزيتد في الهيباتوسايتس. تمام، دي السبيشال ستين اللي هي كاركترستيك او خاصه بالايه، بالكبر اللي هي اسمها رودانين ستين. عندك مثلا في الهيموكروماتوزس في الديبوزيشن اوف اير بنستخدم حاجه اسمها البراشن بلو. البراشن بلو ده السبيشال ستين برضو بيسبق الايه، الاير، بس بيديله لون ازرق. هنا الرودانين بتستخدم في الكشف عن النحاس، ودي بتدي اللون البراونش اللي احنا شايفينه ده. تمام، في تيست تاني بيعملوه، بياخدوا الليفر بايوكسي. تمام، او ياخدوا عينه يعني من الليفر وبيقيسوا فيها نسبه الكفر في الدرايد ويت من الليفر تشو. تمام، لو لقينا ان الكفر نسبه الكفر اكتر من 250 مايكرو جرام لكل جرام من الدرايد ليفر، ده برضو دايجنوستيك للويلسون ديزيز، يعني كميه الكفر اللي ريتيند في الهيباتوسايتس وفي الليفر كتيره، فده بيدل برضو على ان ده ويلسون ديزيز. تمام، طيب في بقى ناس يعني الستيجنج للويلسون ديزيز ده برضو في حاجه اسمها ديس ستيجنج، ده برضو اتعمل عشان ان برضو يساعد في التشخيص بتاع الحالات. فقال لك ستيج 1 دي بتبدا ات بيرث، البيشنت غالبا بيبقى اسمبتوماتيك، قلنا اللي هو اول 5 سنين ده النيفر انك تشخص ويلسون ديزيز، لسه الخلايا لسه بتبدا انها يحصل فيها اكيوميليشن للليفر للكبر، لسه الهيباتوسايتس قادره تتعامل مع الموضوع، لحد بقى ما بيحصل ان بيحصل لها ساتوريشن والخلايا كلها بتبقى مليانه بالكبر، فبيبتدي يحصل الانجري. تمام، في الستيج 2 اهو بدا يحصل الليفر بقى ساتوريتد والكبر يبقى ريليزد كمان في السيروم، خلاص الليفر كل الخلايا بقت مليانه بالكبر وبيبتدي كمان يطلع في البلاد. دي بنقسمها ل 2A و 2B. 2A ان الليفر لسه بيقدر يتعامل، وممكن كمان البيشنت يبقى عنده حاجه اسمها هيموليتيك انيميا. هيموليتيك انيميا الكبر ده بيبتدي يطلع في البلاد وبيبقى له توكسيك افكت على الهيباتوسايتس وبيبدا يعمل فيها هيموليسيس. تمام، و2B اللي يبقى فيها ليفر سيل فيلير. ستيج 3 ده بيبقى فيها كبر اكيوميليشن في الاكسترا هيباتيك تيشو زي البرين والاي، بتظهر الكايزر فليشر ريندس في الاي، والبرين بقى بتبتدي يظهر النيورولوجيكال او السايكوتيك سيمبتومز. ستيج 4 خلاص النيورولوجيكال سيمبتومز بتبتدي تديفولوب، خاصه اللي هي البيكتشر بتاعه الباركنسون ديزيز، كان البيشنت بالظبط عنده باركنسونيزم بالظبط، شافلنج جيت، الماسكت فيس، التريمورز احيانا تبقى موجوده احيانا لا، الريجيديتي بتاعت المصل، كل الحاجات بتاعت الباركنسون ديزيز دي بتبقى موجوده نتيجه لايه؟ ان الكفر بيروح يترسب في البيزل جانجليا بتاعت البرين. ستيج 5 دي بيبقى فيها الثيرابي، بنبتدي طبعا اول ما بنبتدي نعمل كيليشن للتريتمنت بيبقى عباره عن ان احنا بندي كيليتنج ايجنت اللي هو الجيبنسلامين، ده بيروح يمسك فيه الكبر علشان ياخده يطلعه ويعمل له اكسكريشن من الكيدني، خلاص بيطلع بقى مع اليورين. تمام، فبيزيد اليورينري كبر اكسكريشن في الحالات اللي زي كده، وبيخلص الجسم على طول من الايه، من الكبر اللي هو بيبقى ريتين جواه، وكمان بنخلي البيشنت بقى يقلل من الفودز اللي هي ريتش ان كبر علشان نقلل اللود بتاع الايه، النحاس ده اللي موجود في الجسم. بالنسبه بقى للكلينيكال برزنتيشن، البيشنت بيبقى جاي ازاي؟ البيشنت بيبتدي قلنا بالهيباتيك برزنتيشن ده عند سن ايه، من 10 ل 15 سنه، خلاص الليفر سيلز بتبتدي تبقى ساتوريتد كلها مليانه بالكبر، وبيبتدي يحصل توكسيك انجري من الكبر ده، زي ما قلنا بيساعد بيشتغل زي في الفينتون رياكشن كده، بيساعد بيطلع الايه الفري راديكال، فبيعمل لي اوكسيديتيف ستريس. تمام، الهيباتيك برزنتيشن ده بيقول لي ان هي بتبقى مور كومن في التشيلدرن عن الادلتس. تمام، بيبقى السيمبتومز فيج طبعا ونون سبيسيفيك، ابدومينال بين، في الاول بقى نوزيا وفوميتنج وانوركسيا وابدومينال بين وجوندس وكده، لكن بعد كده طبعا بيبقى ويل استابليش ليفر ديزيز، وابتدي البيشنت يدخل في السيروزس. تمام، ولا نتيجه طبعا للفايبروزس وكده، بيبقى بيبتدي يحصل ريجنريشن نوديولز ويبتدي يبقى فيه فايبروزس، وكمان يبقى فيه كرونيك ليفر ديزيز بكل المانيفستيشنز بتاعته، بالبورتال هايبرتنشن، بالسبلينوميجالي، بالسوفيشيال فايروسز، كل المانيفستيشنز بتاعه الكرونيك ليفر ديزيز بتبتدي تبقى موجوده عند البيشنت ده. تمام، بيقول لي كمان هنا ان الويلسون ديزيز ممكن يبقى مانيفستد كلينيكالي بصوره تشبه الاوتو اميون هيباتايتس بالظبط،
زي ما كنا بنقول دلوقتي حالا في الاوتو اميون هيباتايتس، ده حاجه في ليفر سيل انجري. لكن الايتيولوجي بقى انت بقى بتبتدي تدور عليه، بتاخد الهيستوري من البيشنت، بتبتدي تعمل الانفستيجيشنز بتاعتك، تدور بقى على السبب اللي خلى الليفر سيل انجري بالشكل ده. هو ده بقى دور الايه، دور الفيزيشن زي ما قلنا، جود دكتور از ا جود اوبزرفر. ده بيبتدي بقى يدور في السبب، مش بس ما احنا عارفين ان انت في اكيوت هيباتايتس او كرونيك هيباتايتس او بورتال هايبرتنشن او سيروزس، لكن ايه السبب فعلا. السبب لما بيتعرف خلاص تاخد السبيسيفيك تريتمنت ليه، ممكن ما تخفش خالص بس غالبا السيمتومز بتتحسن وحياه المريض كمان بتتحسن. تمام. زي ما قلنا كمان ممكن يبقى الديزيز مانيفيستد بفالمنت هيباتايتس وسيفير ليفر سيل فيلير بقى، والتبتدي الليفر فانكشن تيست يبقى فيه برونج بروثرومبين تايم، ويبقى البيشنت عنده كمان يحصل مثلا انكيفالوباسي وهيباتيك كوما، ممكن يبقى الديزيز بروجريسيف بالشكل ده. تمام. ممكن كمان يحصل معاه هيموليسيس. طبعا الهيموليسيس ده قلنا بيبقى نتيجه للتوكسيك افكت بتاع الكبر على الار بي سي، يبدا يحصل فيها هيموليسيس. تمام. الريكورنت اتاكس اوف هيموليسيس دي ممكن تخلي البيشنت يجي له جول بلادر ستونز، تمام، اللي هي البيجمنتد ستونز اللي بتبقى موجوده مع الايه، مع حالات الهيموليتيك انيمياز والحاجات اللي زي كده. بيقول ان هو الويلسون ديزيز رير ان هو يبقى كومبليكيتد باي هيباتوسيلولار كارسينوما، على عكس الهيموكروماتوزيس. الهيموكروماتوزيس اللي بيبقى فيه اكسسيف ايرن اوفرلود ده بيبقى اسوشيتد، يعني حالات كتيره منه بيبقى معاها اتش سي سي، لكن الويلسون ديزيز نوت اسوشيتد مع الاتش سي سي. تمام. ده بالنسبه للايه، الهيباتيك بريزنتيشن. طيب بالنسبه للنيورولوجيك بريزنتيشن، البيشنت بقى اول ما الكبر يزيد ويروح بقى في البرين ويبتدي يترصد في البيزا الجانجليا وكده، بيبتدي البيشنت طبعا ده غالبا بيبقى عند سن 15 ل 20 سنه في السكند او الثيرد ديكيد في اللايف، يبتدي بقى يحصل عنده الايه، النيورولوجيكال سيمتومز او مانيفستيشن، يا اما في صوره موفمنت ديس اوردرز او ريجيد ديستونيا. ده زي بيبقى قلنا، زي ما قلنا بيبقى زي الصوره بتاعه الباركنسونيزم بالظبط، اللي هي الكوجويلر جيديتي والبراديكاينيزيا اللي هو سلونس اوف موفمنت ده، وبيبقى معاه حاجه اسمها شافلنج جيت اللي هو ماشي برجل كده مش قادر يشيل رجله من الارض ويحطها تاني، وبيمشي كده يقول لك بيزحف في الارض، شافلنج جيت رجله ماشيه ما بيرفعهاش عن الارض، هو بيجرها كده من على الارض. دي كاركترستيك جيت او بتاعه الايه، الباركنسونيزم. تمام. ممكن تلاقي التيبيكال تريمورز اللي هي بتبقى الاوتس اللي هي بتاعه البيل رورنج كانه هو بيسبح كده، دي اللي هي الموفمنت، دي التريمورز دي الخاصه بالايه، بالباركنسونيزم، ممكن تلاقيها وممكن لا. الماسك ذا فيس واللاك اوفيشال اكسبريشن والسلرد سبيتش والاتاكزيا، كل الحاجات اللي هي بتاعه الباركنسونيزم قلنا بتبقى موجوده، لان هو نفس الميكانيزم هو يعني الافكشن للبيزال جانجليا. تمام. بعض الاحيان كمان بعض البيشنتس بتشتكي من سيجرز او ميجرين، ده بيبقى مور كومن برضو في الويلسون ديزيز. في بقى السايكاتريك بريزنتيشن، ان يبقى الافكشن مينلي بامراض اللي هي بتاعه السايكاتري، زي ايه، زي الفوبياز والكومبالسيف بيهيفير والاكسسيف الاجريسيف بيهيفير، الدبريشن، انكزايتي ديس اوردرز، حاجات كتيره جدا من السايكوتيك ديس اوردرز ممكن تبقى البيشنت بريزنتد بيها في حالات الويلسون ديزيز. بعد كده بقى الاوكيولار ساينز اللي هي مهمه جدا بقى، اللي هي بتاعه الايه، الكايزر فريشر رينج دي اللي بتبقى موجوده حوالين الايه، نتيجه للديبوزيشن بتاع الكبر في حوالين عند الليمبس بتاع الايه، الكورنيا، تبدا تظهر جرينش او جريش او جرينش بلو ديبوزيشن كده من الايه، من الفري كبر، بيبتدي يروح على الديزمتس ممبرين بتاع الكورنيا ويترصف فيه. تمام. فده بيعمل لي كاركترستيك قوي اللي هو المنظر بتاع الكايزر فريشر رينج ده، واحيانا كمان بيترصف في اللينس بتاعه الاي، اللينس نفسها، العدسه بتاعه العين، وبيعمل لي حاجه اسمها سان فلاور كاتاراكت. تمام. نوع من الكاتاراكت كده زي زهر تعباد الشمس، يعني اللي هو ورده كبيره كده في النص وفيها راديشنز كده. تمام. ده برضو كاركترستيك يعني ممكن نشوفه قوي بالستيت لامب اكزامينيشن. تمام. هنا بقى هو الكايزر فليشر رينج دي اللي هي الديبوزيشن بتاع الايه، بتاع الكبر على الفري اريا او اللي هي منطقه الليمبس اللي هي البريفري بتاع الايه، بتاع الكورنيا، ده كاركترستيك قوي الكايزر فليشر رينج دي. تمام. بعد كده بقى طبعا المانيفستيشنز بقى للديبوزيشن اوف كبر في اذر اورجانز اوف ذا بودي زي الكيدني والهارت وافكشن على الثيرويد جلاند مثلا او الباراثيرويد. تمام. ده كله بيحصل بقى ليت ان ذا ديزيز. تمام. اسوشيشن بس مينلي الليفر والنيورولوجيكال مانيفستيشنز
معاها الكايزر فريشر رينج. تمام، الكدني بقى ممكن يحصل رينال تيوبولار اسيدوزيس، ممكن يحصل جلوميرولوسكلروزيس، افكشن بقى للبروكسيمال كونفوليوتد تيوبولز بتاعت الكدني، يحصل لوس اوف بوتاسيوم ويحصل اكيوميليشن للكالسيوم. تمام، فيحصل نيفروكالسينوزيس، حاجات كتيره جدا بتحصل للبيشنتس دول. في الهارت كمان ممكن يحصل كارديومايوباسي اللي هو ويكنس اوف ذا هارت او الكاردياك ماسل. تمام، ممكن يحصل كونجستيف هارت فيلير، وده طبعا نتيجه للاكيوميليشن اوف كبر وديبوزيشن اوف كبر في الماسلز بتاعت الهارت، يحصل فيها فيلير، فبيبتدي طبعا البامب اكشن بتاعت الهارت دي بتبوظ، فبيحصل كونجستيف هارت فيلير، فبيجريفيت بقى الكونديشن بتاعت الايه الايديما واللور ليمب ايديما والحاجات اللي زي كده. وممكن كمان يحصل اريزميا، وزي ما قلنا برضو افكشن للباراثيرويد جلاند، فيحصل فيها نيكروزس وكده، فبيبتدي نفقد الباراثيرويد هرمون، فبيقل نسبه الايه الكالسيوم في البلاط. بيقول لي بقى ان البيشنتس بيختلفوا بقى، الدراسات بقى بتختلف بقى، يقول لك ان في بيشنتس يعني حوالي مثلا 30 ل 50% من البيشنتس يبقى عندهم بس هيباتيك بريزنتيشن مع الكايزر فينيشر رينج بتاعت الكورنيا، هو بس الليفر عنده اللي افكت، ده في حوالي 30 ل 50% من البيشنت. في حوالي مثلا 95% من البيشنت يبقى عندهم النيورولوجيكال او السايكاتريك مانيفستيشنز وعندهم كمان الكايزر فليشر رينج. يعني معظم الناس اللي بتبقى بريزنتد ب نيورولوجيكال او سايكاتريك مانيفستيشن تلاقي اللي عينيهم فيها الايه الكايزر فليشر رينج دي. تمام، بيقول لك كمان ان الكايزر فليشر رينج ار نوت سبيسيفيك فور ويلسون ديزيز، يعني مش اي واحد عنده الجرينش او الجرينش بلو بيجمنتيشن ده بتاع المنطقه بتاعه الليمبس بتاعه الكورنيا دي يكون عنده ويلسون ديزيز، لا، في بعض الديزيز بتعمل المنظر ده برضو، زي ايه؟ زي الكرونيك ليفر ديزيز، البرايمري بيريال سيروزس، البرايمري سكلروزنج كولانجايتس، الاوتو اميون هيباتايتس احيانا. تمام، وبعض الفاميليال كوليستاتيك سيندرومز. فهي مش سبيسيفيك، لكن لما بنلاقيها مع ناس عندهم نيورولوجيكال مانيفستيشنز او ناس عندهم هيباتيك برزنتيشن بيبقى كل الحاجات دي مع بعضها، ولو سيريولو بلازمين ليفل، ولو عملت الجينيتك تيست بلاقيه بوزيتيف، فكل الحاجات دي مع بعضها بتديني الصوره الكامله بتاعت الويلسون ديزيز. دي برضو تجميع اهي للكلينيكال مانيفستيشنز بتاعه الويلسون ديزيز، قلنا الكايزر فليشر رينج في الكورنيا، الكارديومايوباسي، رينال تيوبول ديس فانكشن، الارثرايتس، الهيباتوميجالي طبعا الافكشن للليفر، وبعد كده بيوصل لسيروزس اوف ماكرونودولار تايب والسي ان اس ديس اوردرز. كل الحاجات دي نتيجه للديبوزيشن اوف كبر والتوكسيك افكت بتاعه. في بقى اكسترا هيباتيك ديس اوردر زي ما قلنا، زي البنكرياتايتس، الهايبوباراثايرويديزم، الهايبر بيجمنتيشن، ستيكولار بروبلمز، انفيرتيليتي، هيموليتيك انيميا، حاجات كتيره جدا بتحصل نتيجه للافكت بتاع الايه التوكسيك افكت بتاع الكبر على الديفرنت سيستمز بتاعه البودي. طب في الاخر بقى المانجمنت بيبقى ازاي؟ اول حاجه لازم طبعا ان انت تشخص كويس، لازم الاكيوريت دايجنوزس في الاول، والاكيوريت دايجنوزس ده لازم يكون عندك هاي ايه سسبشن، يعني هاي اندكس اوف سسبشن ان انت تشك ان العيان ده ممكن يكون ويلسون، ان التشخيص اصلا يجي في دماغك. دي هي الفكره، ان انت بس ما تبقاش اورينتد بالموست كومن ليفر ديزيز زي الفايرال والحاجات اللي هي كده، اللي هي مور كومن طبعا، واحنا قلنا قبل كده ان كومن از كومن، لكن واحد لقيت السيرولوجي بتاعه نيجاتيف وما بيتحسنش على الادويه اللي انت بتديها له، فلا، يبقى في ايتيولوجي معين، سبيسيفيك ايتيولوجي انت لازم تعرفه عشان تديله السبيسيفيك تريتمنت. زي برضو الاوتو اميون هيباتايتس، مهما اخذ في ليفر سبورت، مهما اخذ في انتي فايرال، الكلام ده كله ما بيخفش، لان هو ما انت ما بتديلوش السبيسيفيك تريتمنت، لازم توصل ان دي اوتو اميون هيباتايتس عشان تبتدي تدي كورتيكوسترويد. هنا برضو لازم تعرف ان ده ويلسون ديزيز وفي اكسس كفر اكيوميليشن، فبتبتدي تدي الايه السبيسيفيك تريتمنت اللي هي الكفر كيليتنج ايجنتس والحاجات اللي هي ايه بتعمل بتخلي بتساعد على الاكسكريشن بتاع الكفر. تمام، طب انت ازاي بتشك في الحاله او بتيجي في دماغك ازاي؟ اول حاجه لو عندك هيباتيك ديزيز، عندك نيورولوجيكال مانيفستيشن ومعاها كايزر فليشر رينجز، كل الحاجات دي مع بعضها ممكن توصلك، لكن بيقول لك ان مفيش سنجل تيست دايجنوستيك للايه للويلسون ديزيز، ما عدا طبعا ان انت تعمل جينيتك تيستنج. تمام، هو ده طبعا الحاجه الوحيده اللي ايه اللي بتعمل اللي بتخليك تبقى متاكد ان هو فعلا الراجل ده او البيشنت ده عنده الديفكت في الاي تي بي 7 بي انزيم او بروتين ده، فهو كده ده ويلسون ديزيز. كمان حاجه بتساعدك في الدايجنوستس اللي هي ايه اللو سيريولو بلازمين ليفل في البلاد مع الكايزر فليشر رينج قلنا،
الهيباتيك كبر لو هو اكتر من 250 مايكرو جرام بير دراي ويت لكل جرام من دراي ويت من الليفر. ده برضو دياجنوستيك ودي ساعدنا في ان احنا نشخص الايه الكبر. وكمان زي ما قلنا اللي هي السبيشال ستين، لو انت خدت ليفر بايوبسي وعملت سبيشال ستين اللي هي الرودانين، بتلاقي ان الكبر بيتصبغ باللون البراونش او اللايت براون بالشكل ده، فده برضو دياجنوستيك للايه للويلسون ديزيز. كده احنا وصلنا لنهاية المحاضرة بتاعتنا، يعني ايه ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها، وبإذن الله يعني الأسئلة بتاعتها تكون ان شاء الله برضو كويسة يعني في الكلام اللي احنا قلناه بإذن الله. حد عنده